انت ليبيا لو حبيت اقول لك، كل ما بنخش بيقول لك الحوار الوطني والحوار اللي شغال في المغرب والجزائر وانكلوسيف وكل القوى. انا بعتقد لا سلبا، ما تزعليش، ما تبقاش خناق معايا وما تعمليش معايا زي التعميم مع ناس تانيين تخوفيهم كده. لا يا ستي، انا بتصور انك ليبيا تستحق، ليبيا والسودان، سيبك من الباقي كله اقصد يعني، لكن ليبيا والسودان والى حد ما الصومال واثيوبيا كلها تستحق منك انك تخصصي ناس يشتغلوا لها. بس يعني ليبيا انا بعتقد انه ما تخشيش مع جماعه ضد جماعه، لكن حاولي تخشي كيف يمكن ان تجمعي، وده ماشي بجزء منه ماشي حقيقة، لازم اسلم انه في ليبيا احنا اكثر توفيقا من حتت كتير قوي، لكن كيف يمكن ان تجمعي الفصائل المتعارضه كلها وان تحاولي، حلك الوحيد ان تحاولي صنع نوع من التوافق بينها، او تتاكدي لنفسك نوع من القدره على حمايه حدودك من هناك. لكن انت عندك مع ليبيا حدود طويله جدا صعب حمايتها، ولا بد ان تتواجدي بشكل ما في ليبيا في السياسه الليبيه، وبتبقى على اتصال بيها، لابد ان تكوني موجوده وبطريقه منظمه ودائمه.